سيدة مرابط سعاد. فوتوني إلا بداية إلا أن أهنئ مواطنينا الكرام الذين استفادوا هذه المرة من هذه الحصة من السكنات العمومية والمقدرة ب 2679 وحدة سكنية، منها 2304 وحدة سكنية بصيغة عدل بمسرقين، و300 وحدة سكنية اجتماعية بلدية مرسى الحجاج، و75 وحدة سكنية ترقوية مدعمة. في نفس المناسبة نبشر مواطنات ومواطني الولاية بأنه تم تسطير برنامج ولائي يخص عملية بالتنسيق مع السلطات المركزية، يخص عملية التوزيع لسنة 2020 والمقدرة ب 27100 وحدة سكنية من مختلف السرير. 9 سنين والحمد لله يا ربي راه فرج ربي شغل العقوبة اللي مازال ان شاء الله كاع. نتمنوا لهم ان شاء الله كاع اللي يفرحوا كما فرحنا حنايا. 5 سنوات وربي يفرج علينا وكل مغبون ان شاء الله يا ربي.